للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف. بعد تحية أستاذ جمال، العلاقات بين القاهرة والمنامة شهدت ازدهارا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراءتك لذلك؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد القاهرة والمنامة بينهم جسور من المحبة والصداقة وأشقاء على مدار العصور، وأيضا بعد عام 2014 تطورت العلاقات بشكل إيجابي وبشكل ملحوظ ما بين مصر والبحرين. هذا انطبع على جودة التشاور السياسي، وهناك طوال الوقت اتفاق في المواقف حيال الكثير أو معظم القضايا محل اهتمام المشترك. أيضا نتحدث عن جودة في العلاقات الاقتصادية، جعلت البحرين أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للدولة المصرية ضمن العشرين دولة الأول في الاستثمار الداخلي في الداخل المصري. نتحدث أيضا عن حجم تبادل تجاري دوما في ازدياد، هذا العام فقط هذا المعدل ربما يتخطى المليار دولار. إذن هناك جودة في العلاقات بتنطبع على كافة المجالات. أيضا التشاور والتفاهم حيال القضايا الإقليمية وقضايا العربية بالتحديد بتحظى باهتمام كبير ما بين الدولتين، عشان كده دائما بنجد أن هناك تواصل ما بين القيادات السياسية في الدولتين. يمكن هذه أو هذا هو اللقاء الثاني ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين في أقل من شهر. هذا بيعبر عن أهمية التشاور وعن حرص القيادات السياسية في التشاور والتفاهم طوال الوقت. تعاون وثيق مثلما ذكرت أستاذ جمال، ورؤية موحدة تجمع بين البلدين تجاه مختلف قضايا المنطقة، برأيك كيف يمكن التنسيق بين البلدين من أجل مواجهة مختلف التحديات التي تجابه الدول العربية الآن والمنطقة بالكامل؟ بالتأكيد الاتفاق الرؤى ما بين القاهرة والمنامة بيدفع بزخم الحادث في العمل العربي الآن، وبيدعمه وبيجعل المهمة المصرية في الحقيقة التي تحرص على صنع قرار عربي يستطيع أن يواجه التحديات والمهددات الخاصة بالأمن القومي العربي مهمة سهلة ويسيرة. هذا التفاهم الذي يحدث الآن منذ بداية هذا العام نرى زخم كبير جدا في العلاقات المصرية العربية بشكل عام. يمكن القاهرة استقبلت منذ بداية هذا العام حتى الآن في 6 أشهر فقط 11 قائد وزعيم عربي. أيضا السيد الرئيس ذهب إلى المملكة العربية السعودية، ذهب إلى الإمارات، ذهب إلى سلطنة عمان، أيضا اليوم نتحدث عن البحرين. إذن القاهرة تحاول صناعة قرار عربي يستطيع أن يواجه المهددات التي تواجه العمل العربي المشترك، وبالتالي حينما تتفق القاهرة والمنامة بالتأكيد هذا سوف يعزز الرؤية العربية، خاصة ونحن ماضون نحو قمة في غاية الأهمية سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية، وسوف تجمع طبعا الجانب الأمريكي ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة طبعا لمصر والعراق والأردن. إذن هذا التفاهم وهذا الحراك في غاية الأهمية الحقيقة، يحسب للقيادة السياسية المصرية والدبلوماسية الرئاسية أنها استطاعت أن تجمع العرب على كلمة سواء وأن تحدث هذا الزخم وهذا التفاعل في العمل العربي في ظل هذه المتغيرات الدولية القائمة الآن. أبرز الملفات التي سيتم النقاش والتباحث بشأنها خلال القمة القادمة برأيك أستاذ جمال؟ على المستوى المصري البحريني اعتقد ان العلاقات الاقتصاديه وجذب المزيد من الفرص الاستثماريه في الداخل المصري، خصوصا ان مصر الان تحاول ان تجذب المزيد من المستثمرين العرب الى الداخل المصري. مصر الان اصبحت هي الشريك الامن في المنطقه، تحظى بالاستقرار، تحظى بالفرص المواتيه للاستثمار، لديها بنيه تحتيه اكثر من رائعه، ايضا هي البوابه الحقيقيه الان للسوق الاوروبي وللسوق الافريقي واحد النوافذ المطله على البحر المتوسط والبحر الاحمر. اذا كل مقومات جذب الاستثمار موجوده في الداخل المصري. الدوله المصريه الان وكما حتى اوضح السيد الرئيس من قبل بتسعى لجذب المستثمرين العرب، وده الحقيقه بياتي في اطار فكره التكامل العربي العربي. علينا نحن الان كعرب ان نوحد جهودنا الخاصه بالشراكات والتعاون الاقتصادي، عشان كده بنجد حتى مصر بتعزز من فكره بناء تكتلات اقتصاديه عربيه زي مثلا الاردن والعراق ومصر، او الاردن والعراق ومصر والامارات، او حتى بتعزز من الشراكات الثنائيه سواء ما بين مصر والبحرين، سواء ما بين مصر والامارات، كذلك المملكه العربيه السعوديه، سلطنه عمان. اذا سواء عبر الشراكات الثنائيه او حتى عبر العمل العربي المشترك، مصر تسعى الى تعزيز العلاقات الاقتصاديه. هذا طبعا بجانب العمل الاخر الذي له علاقه بتوحيد الرؤى وايجاد رؤيه مشتركه حيال القضايا
الجوهرية الآن التي تواجه المنطقة العربية، سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي، أمن الطاقة، أمن الملاحة، أيضا البحث في سبل لحل القضايا العربية المزمنة والقضايا الجوهرية زي القضايا الفلسطينية وغيرها من القضايا. إذا عمل عربي بالكثير من القضايا، ولكن الحراك العربي القائم الآن والذي تقوم فيه والتي تقوم فيه مصر بدور بارز وفعال في الحقيقة يبشر أن هناك الآن حراك عربي يستطيع أن يتصدى للكثير من المخاطر والمهددات التي تواجه المجتمعات بشكل عام في ظل هذه المتغيرات القائمة. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.